صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم وأمن من لجأ يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا مظلوم كربلاء، ومن أعظم الأشياء يا سلالة أحمد يجد بها حاد الضعون لعين، وزينب من فرط الكآبة والأسى، وزينب من فرط الكآبة والأسى لها في بكاها والمناح فنون، تشد بيسراها ذوائب شعرها، تشد بيسراها ذوائب شعرها، ومن حزنها فوق الفؤاد يمين، وتشكو إلى الزهراء ما قد أصاب، وتشكو إلى الزهراء ما قد أصابها، ومدمعها فوق الخدود هتون. أيا أم قومي من قبورك وانظري حسينا لقلب الطف وهو طعين، وساق السبايا من بنات محمد يجد بها قاسي الفؤاد خون، ومن بيننا السجاد يشكو مقيده ومدمعه فوق الخدود هتونوا.
عليل يقاسي الضر وهو حزين يقول أبي ذابت من الشمس مهجتي يا أبويا يا أبويا يقول أبي ذابت من الشمس مهجتي ومدمعه فوق الخدود هدون أبي كنت قبل اليوم لا أعرف البكاء ولا سمحت لي بالدموع جفون أبي قد سطى دهري علي وخانني وما كان عهدي بالزمان يخون فلست أبالي بعد فقدان والدي بما بي من ريب الزمان يكون لا شفن تحصل يا ابويا ولا حنوط ولا غسل نور عيني ولا عضو منك بالآخر متصل ذاب قلبي باري بالله حضروا لي بالعجل نجمع وصالة ونراكبها ونلف ونقبرها ويلي جمع وصالة يا ويلي والدمع من نذروا حط على اجتاف الزنود وعلى الذرعان الجفون والقلب من فقد خنصر أبو سكن العطو ظل يحوم ويجذب الونا ويدور خنصر لم جميع وصال ابوه اللي انقطع واللي انهشى حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بس ما بقى غير الكريم على الرمح يبر الحرام لفه نزل بقبره وحنه تعلت حسرا لقضي يا ابويا بالبجاء الليل ونهار غيرك ما شفنا مجفنينا في بوا من عقب ما يبقى ثلاثة أيام عاري مرمي ولا لك غير وحش البر زوار إنا لله وإنا إليه راجعون
وقد ورد في الدعاء الشريف عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهو الدعاء المعروف بدعاء الحزين: يا من لم أزال أتعرف منه الحسنى، يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء، ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري مقلدا عمل، قد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعي، فإن لم ترحمني فمن يرحمني، ومن يؤنس في القبر وحشتي، ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي، فإن قلت لما فعل، فإن قل وإن سألتني عما كان مني، فإن قلت نعم فأين المهرب من عدلي، وإن قلت لم أفعل قلت ألم أكن الشاهد عليك، فعفوك عفوك يا مولاي قبل سرابيل القطران، عفوك عفوك يا مولاي قبل جهنم والنيران، عفوك عفوك يا مولاي قبل أن تغلل الأيدي إلى الأعناق، يا أرحم الراحمين وخير الغافرين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثانية: رحم الله موتاكم، اللهم صل على محمد وآله. بأعلى أصواتكم. الثالثة: قضى الله حوائجكم، الله صلي.
انطلاقا من هذه الفقرة في الدعاء، ومن يسائلني في القبر إذا خلوت بعملي، إشارة إلى إحدى الخلوات. مصطلح الخلوة وعنوان الخلوة يأتي من منطلقات ثلاث أو على أقسام ثلاث. تارة يؤتى بالخلوة ويراد بها الخلوة الشرعية، هي مصطلحات ثلاث، كل مصطلح يتبناه أصحاب صنف وأصحاب علم. الخلوة الشهيرة والمعروفة والمتداولة بيننا هي المعروفة بالخلوة الشرعية، وهي التي تجمع بين طرفين، وتكون أي الخلوة طريقا للشيطان والعياذ بالله. يجتمع اثنان فيستغل الشيطان الخلوة بينهما ليوسوس لهما أو لأحدهما في ارتكاب المحرم والعياذ بالله. وهذا النوع من الخلوات تكلم فيه الفقهاء وأفتوا فيه، وله مجالات متعددة. يعني مدام مرينا خلي من باب الإشارة من غير التفصيل، فقط حتى نخلي هذا منطلق لبحث الشباب يكون يدورونه هم ويبحثون. فقهاء يذكرون في هذه المسألة، مسألة الخلوة، أي خلوة؟ الخلوة الشرعية. يخلون مجموعة من الأحكام، مثلا تطبيقات الخلوة في المكتب، في الغرفة المنغلقة، هل إذا فتح الباب انتفت الخلوة أم لم تنتفي؟ هل الأماكن التي تجبر مثلا الفرد على أن يكون في خلوة كالمصعد، فرض واحد رايح إلى السلمانية للمستشفى، صعد بالمصعد، إجت واحدة صعدت وياه، وفرض بينهم دور، يعني هو بالأول صعدت بالثاني وهم رايحين الرابع، دور أو دورين، هل مقدار اليسير هل يعد خلوة؟ وما هو التكليف؟ ذكرون الفقهاء. زين، في غير الاجتماع الجسدي، المحادثة بين الجنسين، هل تعد أيضا خلوة؟ فهذه تفاصيل وتطبيقات. لو كان غرضنا أنه نتحدث عن الخلوة الشرعية كان يصير أيضا هم مطلب كثير منا يا إخواني معرض له. ما هي المستثنيات من الخلوة؟ هذا بحث، بس في أي خلوة بيناها الخلوة الشرعية، هذا ذكروا الفقهاء وتوسعوا فيه، حتى بعض الخطباء جزاهم الله خير الجزاء تحدثوا عن هذا المطلب بإفاضة واستفاضة. أكو خلوة ثانية اللي يعبرون عنها بالخلوة البرزخية، هذا اللي أشرنا إلى فيه فقرة من فقرات الدعاء، ومن يسائلني إذا خلوت بعملي. هذه خلوة بس مو دنيوية لا شرعية، ولا القسم الثالث اللي راح نحكي عنه، يسمونها خلوة برزخية. وأيضا لها صور من نعيم القبر ومن عذاب القبر والمستجار بالله. شوف أنت بالتلقين من تنزل الميت هم تحكي وياه، تقول له واعلم بأن الموت حق، وأن الغسل حق، وأن الكفن حق، وأن القبر حق، وأن سؤال منكر ونكير حق. هذا من ضمن المعتقدات، ويستحب لك أن تردد هذا التلقين، يستحب لك أن تذكره في كل يوم، لأنه ينفعك في ساعة الموت والنزول في القبر. وهناك دعاء موجود في مفاتيح الجنان وفي غيره من الكتب يسمى بدعاء العديلة، يشير إلى هذه المعتقدات وإلى هذه الخلوة، الخلوة الثانية اللي نسميها الخلوة البرزخية. بس لا نريد نحكي الليلة لا عن الخلوة الشرعية ولا عن الخلوة البرزخية، نريد نحكي عن خلوة ثالثة، وهذا احنا بحاجة لها خصوصا في هذه الليالي. الآن ثلث الشهر القضاء، أسأل الله أن يتمه علينا بالخير والعافية، وأن يجعلنا من المرحومين فيه لا من المحرومين، وأن يعيدنا على أمثاله. ثلث الشهر راح بعد، ولب الشهر وين؟ ليلة
ليلة القدر بحاجة إلى استعداد. موضوع الليلة كنوع من التهيئة والاستعداد لليلة القدر، لأنه لابد أنت أن تقوم بمجموعة من الأمور التي تهيئ لك الطريق وتعبد لك المسلك لتكون من أكثر الناس انتفاعا بليلة القدر. واحدة منها هذا القسم الثالث اللي يعبرون عنه شنو؟ بالخلوة السلوكية. هذه لا خلوة شرعية ولا خلوة برزخية، لا يسموها خلوة شنو؟ سلوكية، يعني التي تفتح لك طريقا للسلوك إلى الله. أكو علم يسمونه علم السلوك، حتى كتب في علامة البحرين الشيخ حسين العصفور على الله مقامه، عند كتاب جميل اسمه الطريق إلى الله، وموجود مجموعة من الكتب تتناول هذا الجانب. خلي أحكي في هذا الخصوص. أولا يا إخواني، قد واحد يقول ليش شيخنا بعد الخلوة؟ أنت تريد من الخلوة السلوكية شنو؟ يعني أن تختلي بالله، أن تكون لوحدك مع الله، هذا مفاد هذه الخلوة الثالثة، الخلوة السلوكية، أن لا يشاركك أحد في هذه الخلوة، أن تكون أنت والله. زين، يجونا الشباب يقول شيخنا وأنا ليش بعد أختلي بنفسي؟ هالتعقيد ليش؟ هذا أنا أجي المسجد، هذا أنا أحضر المسجد، وأيهما أفضل؟ الصلاة بمفردك في بيت أم الصلاة في المسجد جماعة؟ قطعا الصلاة في المسجد جماعة أفضل. إذن ليش أحتاج أني أختلي بنفسي مع الله؟ ما أنا بحاجة إلى غيره. لا، هناك فوائد يا إخواني مترتبة. إذا كنت لوحدك وبمفردك مع الله دون أن يكون معك أحد، دون أن يشاركك أحد، هذا إلى أثر. وين الأثر؟ الآن أبين. واحدة من الآثار أن الاختلاء أو الخلوة مع الله تعلم الإنسان على الإخلاص الحقيقي. أنا شوف، حتى لو فرضت أنه فعلا عند الإخلاص، الشيطان يبحث عن منافذ وعن فجوات لإدخال الرياء. يجي واحد مثلا أراوي ساعة مو قاصد، لكن الشيطان يفتح لي باب، ويفتح لي باب شرعي. شوف، يفتح لي باب مشروع. افرض أنا جاي مثلا إلى المسجد باصل أبس بغل وضوء، جاء شيخ ياسين بيتوضى، زين مو في بالي أصلا، يجيني الشيطان يقول خلي أتوضى اليوم وضوء يختلف حتى يطالعني شيخ ياسين، يفتح له باب مشروع، يقول يمكن يعدل لي شيء، يمكن عندي خطأ يصحح لي. والواقع أنه هناك منفذ للرياء خفيف. ليش يعبرون عن الرياء بأنه الشرك الخفي يدب دبيب النام؟ ليش؟ لأنه يجيب هالطريق. التلبالك جاي يسوي أشياء مشروعة، وهو طريق للشيطان حتى يدخل الرياء والعجب بالنفس. أريد أراوي أنه لا والله أنا ترى متعلم، ترى وضوعي عدل، وضوع مو مثل دول المخربطين لما يعرفون يتوضعون. شايف؟ فيصير ذيك الساعة شنو؟ منفذ للرياء. بس لما الإنسان يكون بمفرد خلاص ابتدأ في التعود، ابتدأ بالتمرس والمران على أن يخلص لله. إذا إجيت في الدعاء الجماعي أريد يشوفوني شلون أقعد أطول وأقعد أمغط في العبارة، بس إذا صرت بروحي لا، بسرعة بسرعة أريد أطول الدعاء، ما حد يشوفني. لا، يكون تتعلم أن تختلي بنفسك. ليش؟ حتى تذوق لذة الإخلاص. هذا واحد من منافع الخلوة. الثاني من منافع الخلوة شنو؟ الخلوة السلوكية، احفظ العنوان، أنك في حالة الاختلاء بنفسك مع الله أكثر صراحة مع نفسك مما لو كنت مع الآخر. أنا الآن لو نقعد إحنا الليلة في الحسينية بعد القراءة
ونقول خلنا منصلي ركعتين نعترف لله بذنوبنا. ما أعرف اللي قاعدين وياي خاف يسمعون من عندي شيء، خاف يكتشفون عندي بعض الأخطاء والذنوب فأسقط من أعيني. لكن في هذه الحالة حينما أكون بمفردي مع الله، من الذي يطلع علي سواه؟ فلهذا يعلموننا على الخلوة في العبادة. ليش؟ حتى بعد خلاص ما عندك حواجز، ما عندك موانع، خايف من شنو؟ أنت والله، والله وأنت. اعترف لله. خلي منه إن شاء الله عندنا في المجلس الليلة والأيام القادمة، عندنا جماعة إن شاء الله معزمين على الحج السنة، الله يرزقنا وإياكم. تذكروا هالكلمة، هذه يوم عرفة من مستحبات يوم عرفة، غير عادة اللي رايحين الحج خلي يتذكرون يوم عرفة الله أكبر. تعال شوف تمر على الخيام ما تسمع إلا الدعاء والمناجات والبكاء. يمكن هذول أولادنا ما شايفين يعني، أو يشوفون مشاهد بس المشاهد ما يشوفونها. شايف شلون البكاء يوم عاشر الضجيج والعويل والصراخ؟ تمر يوم عرفة تسمع صراخ في المخيمات كصراخ يوم العاشر من البحر. اي نعم، ومناجات واستغاثات وكل واحد يصيح عفوك يا الله. شوف من مستحبات يوم عرفة، هذا في خصوص عرفة، في خصوص أرض عرفة. وإلا قابل أنت هذه الأدعية، أنت تقرأها بالبحرين، تقرأها بكربلاء، لا في يوم عرفة للحاج. يعني في يوم عرفة يستحب له بعد صلاة الظهرين، بعد صلاة العصر تحديدا، أن يصلي لربه ركعتين في الشمس في القنوت، يعترف لله بذنوبه كلها. والله يا جماعة أنا شفت بعض المؤمنين الله يذكرهم بالخير، جو حار، مرت علينا أيام يوم عرفة الجو بارد، ومرت أيام لا ما تقدر تطلع، حتى الناس تزهد في روحة حاشاكم دورة المياه، يقول ما أقدر خلي أحبس مثلا كذا حاشاكم التبول، يقول ما أطلع من زود حرارة الجو ما عندي طاقة، خلي أخليها للمغرب أو طلعتي قبل صعدة القطار. لاحظ، لكن شفنا ناس في أيام الجو الحار يطلع ويصلي بالشمس. وش مسوي من ليلة عرفة؟ ماخذ ورقة وقلم وكاتب ذنوب اللي يتذكرها، وفي القنوت شايل الورقة وقاعد يقرأ. نعم يسترجع ذنوبه ومعاصيه ودموع الصب أي حار ذيك الساعة، حتى بعضهم ذكره يعني حر عليك لا تطول صل ركعتين. قال شيخنا حر النار أشد من حر الشمس. أنا يلو هذه من ضمن أيضا موارد الخلوة ومن ثمراتها وفوائدها. شنو؟ أنها فرصة للاعتراف تويا الناس، حتى لو بينك وبين نفسك ما يحصل لك، أخاف واحد يشوفني، أخاف واحد يقول هذا عنده عجب بنفسه، عنده رياء بنفسه، بس بينك وبينك. الثمرة الثالثة، هي ثمرات كثيرة بس أراعي الاختصار، الثمرة الثالثة التي يجنيها المختلي بالله، يعني اللي يصلي بمفرده، أنه تأتيه من الفيوضات ما لم يكن بحسبانه. يعني يرى العجائب، هذه الركعتين اللي يصليها بينه وبين الله يرى العجائب، تأتيه انكشافات وصير عنده حالة نورانية ويعيش روحانية خاصة، لأنه لا يخفى عليكم يا إخواني. خلي شوية أكون وياك صحيح. ليش أنا مستخدم هالمواضيع قبل ليلة القدر؟ إن شاء الله ما يشوفونها هذه الحكاية اللي راح نحكيها، إن شاء الله أولادنا ما يشوفون، بس شايف أنا مثلا بعض الشباب المؤمن الله يوفق أنه يحيي ليلة القدر ويبكي، يمر مثلا دعاء أبي حمزة الثمالي، أو يمر مثلا بعض الفقرات من دعاء الجوشن الكبير، يصيح يبكي هنيئا زين، يخلص يجود واحد قاعد وياه ويبتدي الحكي على الناس، وإذا لبناه من مغرب من أول ليلة القدر كل نحترم. ها موجود لو في المسجد بعدين، مو سالفة الطلاع، خلص أو ما جت 12 إلا مخلصين،
حطوا لهم مصماط السحور قاموا يصرفوا. ما سمعت عن فلان زين، وهالشغل اللي من المغرب احنا قاعدين نشتغله وين راح؟ ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: وهل يدخل الناس النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه هالشحمة، هذه هالشحمة البليغة. عاد الحج لولا اي. فشوية يا إخواني، لما أحيانا تكون إلا تستنقيلك إلا يساعدونك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يكون يساعدك وانت تساعده، حتى لو غفلت هو يذكرك، شايف؟ حتى لو كنت، حتى لو كنت ان تقع في المعصيه يكون ينبهك. زين، هذا وين تلقاه؟ فشويه الخلوه مع الله تنكشف لك كثير من النورانيات اللي كانت محجوبه بكثره الذنوب، اذا مو من عندك من المجاورين في حاله الخلوه تنكشف. خلي الآن أذكر لك، خلاص بعد أختصر لأنه صار نص ساعة الآن، حتى الليلة بعدها ما أطول، أحاول أنه أختزل الوقت أكثر وأكثر لكي لا أطيل، المقدار نراه كافيا. خلي أذكر لك بعض من الروايات التي يتصيد منها الدعوة إلى الخلوة. شوف، مع كثرة الأحاديث التي تحثنا على الصلاة في المسجد، بل والصلاة جماعة، لكن عندنا روايات تشير إلى أن الإنسان يستحب له أن يخصص لنفسه وقت خلوة بينه وبين الله. منها مثلا بنيت بيت أو أنت ساكن في مكان، خصص لك محراب. محراب مو يعني أروح أهدم الطوف وأسوي لي محراب نفس المسجد، لا، عين لي هالمكان مثلا، عين لي هذا تخصيص المحراب، لو مثلا هالزاوية هي مكان صلاة، وأكد على مثلا على زوجتي، على ديروا بالكم لا جنون، أنا لين بصلي مثلا، لين مر علي يوم ما أقدر أروح المسجد، صلاتي في المكان شوية تورع ولا تصيد نجاسة. حتى ما أدري شايفين أنتون بعض المساجد لإخواننا سنة الله يذكرون بالخير، شايف من تدخل بعض مساجد إخواننا يسوي له محراب صغير من خشب، شايفينه لو لا؟ هل قد يمكن شبر طوله مو أكثر ارتفاعا؟ ترى هذا مستحب، هذا مسمى المحراب، هذا مستحب، يستحب لك أن تجعل لك في بيتك محرابا. زين، هذا المحراب شنو؟ أنت بتجيب أهل جد حفص كلهم يصلوا في حجرة النوم؟ لا، لصلاتك بمفردك. بالليل قمت تصلي ركعتين، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأوي إلى فراشه حتى يصلي ركعتين يخفف فيهما قبل. هذا فائدة المكان، هذا المحراب اللي مسمى محراب شنو؟ تدري إذا واحد أصيب بمرض، الله يعدينا وعديكم البلاء، يستحب أن ينقل إلى مصلى، فإنه يخفف عليه وطأة المرض. حتى لذاك البعيد مثلا، أفرض صار في حالة سكرات الموت، يستحب أن ينقل إلى مصلى، فإنه يهون عليه سكرات. شوف الآي سي يو ما يقدر يسوي له شيء إذا دخل في النزع، لكن هالمكان اللي يصلي فيه إيه، هذا وجه. منها مثلا شوف النافلة، أين يستحب للمرأة أن تصلي النوافل؟ فوين؟ يقول في مخدعها. وين يعني؟ في حجرة نومها، هذا مكان اللي تخصص للصلاة، هذا أحسن لها من المسجد، بينها وبين تتعبد كذا شي تنقطع إلى الله. زين، هذا يتصيد من هذه الروايات أنه يستحب للإنسان أن يختلي مع الله عز وجل. تعال شوف الروايات، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله عند المسجد الحرام. هيفكر فيها، ترى احنا أخذناها من يوم احنا في الابتدائي في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، لكن ما تأملنا فيها. عند المسجد الحرام الصلاة فيها 100,000 صلاة، مو صحيح؟ صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، الصلاة في مسجد النبي 10,000 صلاة، الصلاة في مسجد الكوفة 1,000 صلاة.
يعني انت تصلي صلاة الصبح في المسجد الحرام كأنك مصلي 100,000 صلاة. مع ذلك النبي يخلي المسجد الحرام ويروح إلى جبل النور، غار شي يسمونه غار شنو؟ أولادي شي يسمونه الغار اللي يتعبد فيه النبي؟ ما أعطوكم إياه في المدرسة؟ غار ويش؟ أحسن أعكو يغششونكم نسيتوا غار ويش؟ رد علي أحسن إيه يسمونه غار حراء. رحتون هذا غار حراء شفتونه؟ هذا حتى تصعد على هالجبل وتوصل إلى الغار ساعة لعشر، ساعة لعشر صعدة لا ومو صعدة يعني لبالك طريق عدل تشوف لك واحد. أنا راحت يعني من ما أدري سنة 92 أو 93 يمكن ما أذكر، تدور لك واحد تعطيه 15 ريال ذاك الوقت يوديك طريق مختصر، الطريق المختصر ساعة لعشر. أين الطريق المختصر ساعة لعشر؟ إذا تصعد بروحك يمكن تضيع، شوف متى توصل يمكن العصر توصل، إذا رايح الصبح تضيع تروح مني مني والطريق مو مأمون. ساعة لعشر صعدة، ساعة لربع نزلة، شوية نزلة أهوى نزلة زين، وتوصل إلى هذا الغار اللي يتعبد به النبي ما يمدي بس واحد يصلي، مكان ضيق ما يتسع. زين رسول الله صلى الله عليه وآله يخلي المسجد الحرام ويجي إلى هالغار ليش؟ إيه هناك نورانية خاصة، هناك روحانية خاصة، ومن الفيوضات التي أفيض بها على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لما اختلى بنفسه هبط عليه الأمين جبرائيل. شوف هذه من تعال إلى نموذج ثاني وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين يقول أبو الدرداء: رأيت عليا ذات ليلة فتبعته حتى أتى إلى شويحطات بني النجار. شويحطات بني النجار يعني نخايل باصطلاحنا، وين صاير؟ عند مسجد قباء، شايف من حرم النبي إلى مسجد قباء، يقول شفت علي يطلع إجا يتمشى صوب الجنوبي يتراوالي يعني. يطلع على النخال وهو صاعد يلا يوصل إلى قباء، يقول طلع برا المدينة وأنا أمشي وراء حتى توسط بين النخيل فصرت لا أراه، فقلت لعله رجع إلى منزله فلألحقه. ويقول خلي أرجع، فبينما أنا في طريق عودتي وإذا بي أسمع صوتا حزينا ونغمة شجين وكأنه صوت علي، فاستوقفني الصمت وإذا بي أسمعه يقول: إلهي وسوءتاه إن رأيت في الكتاب سيئة أنت محصيها وأنا ناسيها، فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنفعه عشيرة ولا تنجيه قبيلة. يقول ثم سكت اجيت اتفقد واذا هذا هو علي واقف اثاري ساكت يبكي يريد يجر نفس بس حتى يكمل يبكي. ثم رفع علي صوته وقال: آه من نار تنضج الأكباد والكلى، من نار نزاعة للشوى، من حر لظى. يقول ثم سكت علي ورأيته قد هوى إلى الأرض. قلت نام، سهر علي ونام، يمكن نايم. جئت إليه وإذا ليس فيه حراك وليس له نفس، فقلت مات والله أمير المؤمنين، وين أروح؟ ما كل فاطمة. رجعت إلى المدينة، طرقت الباب، خرجت الزهرة. من؟ ساعة متأخر.
قلت سيدتي خادمكم أبو الدرداء. قالت يا أبا الدرداء وما عندك الساعة؟ قلت لها سيدتي عظم الله لك الأجر، فقد مات أمير المؤمنين. قالت ما رأيت من أمره؟ فقصصت عليها وحكيت لها ما رأيت. قالت يا أبا الدرداء إنها الغشية التي تعتريه من خشية الله، ارجع إليه صب على وجهه الماء فسيفيق. يقول رجعت وإذا بعد علي كالخشبة اليابسة، صيرت رأسه في حجري، رششت على وجهه الماء، أفاق، نظر إلي وأنا أبكي. قال يا أبا الدرداء ما يبكي؟ قلت سيدي يبكيني حالك، شو تسوي بروحك يا علي، أنت قسيم الجنة والنار. قال يا أبا الدرداء لو رأيتني يوم القيامة وقد تحاوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ، وقد جاء النداء من جبار السماوات والأرض، لكنت أشفق علي في تلك الساعة من هذه الساعة. هذه حالة علي. عندنا خلوة ثانية بعد غير علي بن أبي طالب؟ عندنا خلوة ثانية. منو؟ زين العابدين. يقول طاووس اليماني جئت إلى المسجد الحرام فرأيت شابا ضعيفا يطوف حول البيت، حتى إذا اختل المسجد من الطائفين والمصلين، لنام نام، خلص طواف، قاعدين منا ومنا، عدد قليل والمكان مظلم. يقول رأيته يتلفت يمينا وشمالا ثم رفع طرفه نحو السماء. حضر قلبك، الليلة أريد من عندك دمعة من خشية الله ودمعة ثانية، هذا كل تحضير إلى الليالي المقبلة. الليلة إن شاء الله ما تنساني من الدعاء ولا أنساك من الدعاء. صاح إلهي إلهي غارت نجوم سماواتي وهجعت عيون أنامي وأبوابك مفتحة للسائلين، جئتك أسألك وأدعوك، جئت أسألك وأدعوك أن تغفر لي يا الله وترحمني وتريني وجه جدي رسول الله. ثم قال ويلي ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ إلهي ما عصيتك حين عصيت وأنا بك شاق، ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فأنا اليوم من النار من يخلصني يا الله. ثم
ثم قال أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي منك أم أين محبتي أتيت بأعمال قباح الزريتين وما في الورى عبد الجنى كجنايتي. تأمل بهالكلمة اللي راح أقولها، شوف يخشع قلبك والدمعة تتحرك بعينك لولا. قال إلهي تتودد إلى عبادك بحسن الصنيع كأن لك الحاجة لديه وأنت الغني عنه فعفوك عفوك يا الله عفوك عفوك يا الله. أريد من عندك الليلة مناجات خاصة، تمرين تمرين. الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، تحفظها لولا. سبحانك إيه عافية عليك، حرك قلبك من الليلة. بعد 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 كررها. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. صوتك سبحانك الغوث الغوث خلصنا من النار. بعد عندنا واحد نريد نختم به، صاحب السجدة الطويلة والدموع الغزيرة. دول أهل جد حفظ سبحان الله في هالسنتين يقولون شيخنا لازم ليلة من الليالي نطلع على باب الحوايج موسى بن جعفر، على ذيك الجنازة اللي ظلت على الجسر 3 أيام ما حد شالها. ليلة أريد من عندك دمعة خاصة، وأريد من عندك تشيع جنازتي، جنازة في الكاظمية وجنازة ثانية في كربلاء. جابوه إلى السجن، أدخلوه إلى سجن أسفل الأرض لا يعرف الليل فيه من النهار، ووضعوا على بدنه 30 رطلا من الحديد. من شاف المكان مظلم ما استوحش، قال اللهم إنك تعلم أني قد سألتك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت، اللهم فلك الحمد. هذه الخلوة، الخلوة اللي نحكي عنها حديثنا الليلة هذا. مستانس الإمام فرحان يقول أدورها أدورها أني أصير في خلوة. لكن مر عليه يوم تبدل دعاء الإمام، صاح يا مخلص الحديد من بين حجر وما مخلص النار من بين حجر وحديد، ويا مخلص الشجار من بين رمل وطين، ويا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحيم، ويا مخلص اللبن من بين فرث ودايم، إلهي خلصني من سجن هارون.
ليش طلب الخلاص غير هو يتمنى الخلوة؟ قال صاحب الكبريت الأحمر وكان السندي ابن شاهك يلطمه على وجهه كل يوم حتى ورد في زيارته وصل على عبدك حليفة سجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة. اسمع اسمع اسمع. ذي الساق المرضو بحلق القيود والمعذب في ظلم الطوامير والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاء يا فواويل. يلا أريد أطلع وياك إلى الأبيات، أقرأ لك أبيات جديدة ونطلع إلى الأبيات المألوفة. دخل عليه علي بن سويد، شاف الإمام دموع تصب على خده، قال له سيدي مما بكاؤك؟ من السجن؟ قال لا. من الحديد؟ قال لا. من القيود؟ قال لا. من التعذيب؟ قال لا. من طول المدة؟ قال لا لا. شو اللي بتشيك؟ اسمع ايش قال. بغربتي وطامورتي تذكرتها عمتي. كل أهل البيت يتذكرون زينب ويبكون على مصاب. يقول أنا رجال وبسجن وهذا حالي، عمتي يوم دخلوها الخرابة شلون صار حالي. يلا الليلة أريد من عندك ونة خاصة تختلف عن عشر ليالي مضى. بغربتي وطامورتي تذكرتها عمتي. غربتي وطامورتي ذكرتها عمتي. وين أصواتكم شباب؟ غربتي وطامورتي. أحسن عفية على بعد مرة صيح. غربتي وطامورتي. اسمع اسمع. سجن مظلم ما أشوف حتى بابه ذكرتك من قعدت في الخراب. عيد وياي. سجن مظلم ما أشوف حتى عفية عليك ذكرتك من قعدت. اسمعني اسمعني. يقول انا سجان اللي يجيني وانت منه اللي يجيك، اما انا لحبان بيديني سلاسل وانت لحبان بيديني. اعيد اعيد حتى يبكيك اكثر. انا سجان اللي يجيني وانت منه اللي يجيك، عم 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 أنا بيديني سلاسل وانت الأحبال بيدي. يلا صوتك هذا البيت إليك. سجن مظلم ما أشوف حتى بابه ذكرتك من قعد. عيد عيد أروح لك فدوة. سجن مظلم ما ذكرتك. اسمع شي يقول. عم عم انا صلاتي من قيام وانت صلاتك من جلوس. انا صلاتي من قيام وانت صلاتك من جلوس. اسمع. انا شالوا لي جنازة وانت شالوا لي جروس. يا عم
سجن مظلم ما أشوف الحتى بابه، ذكرتك من قاعد ارفع صوتك. سجن مظلم ما أشوف الحتى بابه، هذا بيت الختام يوجع القلب ترى. اسمع شي يقول: أنا في سجن ظلال. شوية تأمل حتى البيت هو يحرق قلبك. أنا في سجن ظلال وانت سجنك في الشمس. يقول زين العابدين: والله لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة. أنا سجني في الظلال وانت سجنك بالشمس. بالرخصة من السادة خاف انزل ويعاتبوني. انا سبعي يضربني حادي وانت يضربك الرجس. قايل لك يوجع قلبي، قايل لك يا أبي. انا سجني في الظلال وانت سجنك بالشمس. انا ما يضربني حادي انت يضربك سجن مظلم ما اشوف الحتى بابه، ذكرتك من قعد. عيد بعد هذا اخر بيت كافي. سجن مظلم ما اشوف ذكرتك. يا خلق شفت جنازة بالحديد مقيدة، لحماني الأربعة وتبكي لحالتها العين. حول سليمان صارخ من سمع ذاك النداء، قال خبروني ايش صاير ضاق بيرحب الفل. هذا الطور اللي طالبينه من عند البارحة، بس يريد من عندكم نشاط. واحد يرد على الثاني: وما حلى مشية الشيخ من وراء. أحسن هكذا النياحة: ما حلى مشية الشيخ كاشفين الروس جاملة من الشرى سود العلا، النساء جزت شعارها والزلم تضرب لها. علي ما من بالسجن ميت ولا حد، الجنازة اللي في كربلاء وعن غريب الغاضرية وين راحت شيعة. ليت حضرت قبل ما تدوس العوادي جث. واسمع وزينب تنادي من يشيل جنازة، ظلت على حر الصعيد مرضى. ركبت لي من الجمال عشرة وداست خيلهم من فوق صدري، يقلبونا وتصعد فوق. صلي على محمد.